في المرحلة هذيك احنا تو نحكيو على نوفمبر 2012، يعني ثم طوال سنة 2012 ثم كثير من الاحتجاجات التي تقع شبيهة بالآن، غير الكثافة متاعها أكثر. وسنة 2011 أيضا يعني ثم أحيانا قطع طرق إلى آخره. بالنسبة لأحداث سليان هذه تقريبا بدأت عام نهار 22 نوفمبر على ما أذكر، بدأت احتجاجات بعنوان مطالبة بالتنمية في ولاية سليانة. تزعم هذه الاحتجاجات المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، والأمنيين في هذه الحالة لا يتدخلون، كل ما في الأمر أنهم يراقبون سير الاحتجاج سواء كان تجمع وإلا مسيرة، رغم أنه حالة طوارئ ورغم أنه الاحتجاجات هذه لا يقع الإعلام عنها مسبقا كما ينص القانون. هذه الأحداث استمرت ولكنها كانت عنيفة، بحيث تم حرق معتمدية، تم نهب قباضة مالية وحرقها، تم حرق مراكز أمنية، صارت مواجهات مع الأمن، ثم حرق سيارات أمنية، ثم جرح للأمنيين، بحيث كانت الأشياء المعتمدة في هذه التحركات هي نقولوا احنا المولوتوف، المقذوفات الصلبة من حديد وحجارة وكل وعصي وقوارير، كل هذه الأساليب استعملت، لدرجة أنه الأمن في الجهة لم يعد قادرا على ضبط الأمن العام، ولت الناس خايفة على مؤسسة، وقع اقتحام حتى بعض محلات تجارية، ولت الناس خايفة. فكما هو المعتاد في السياسة الأمنية العادية، تم تعزيز الوحدات الأمنية اللي في سليانة بوحدات أمنية من الولايات المجاورة أو من ولاية تونس، علما وأن هذا الوالي اللي لوموا فيها على قضايا التنمية في ترتيب وزارة الداخلية للولايات في ذلك الوقت هي شو اسمها ولاية سليانة في المرتبة الثالثة من حيث نجاعة عمل الوالي. من أكثر إنجازاته هو أنه استردت الدولة في حوالي 9000 أو 10000 هكتار من الأراضي اللي كانت معناها ضايعة، ولا هي مستغلة ولا هي معطاة لمن يستغلها، وبدأ يفكك كثير من الفساد. وهذا أحد الأشياء اللي جابت له مشاكل، لأن الناس اللي ثاروا عليه في جزء منهم مستفيدين من هذه العملية. بعد ذلك أيضا قاموا بالتحشيد لإضراب عام آخر، هذا هو اللي صارت فيه الأحداث المسماة بأحداث الرش، حيث العملية دائما بقيادة في تقديري أنا ناس مؤدلجة، لكنها تحمل أيضا الصفة النقبية، وفي كل بقعة تتصرف بطريقة. فاقتحموا، حبوا يقتحموا الولاية بعد ما عملوا تجمع كبير قدام الاتحاد العام التونسي، مقر الاتحاد العام التونسي، الاتحاد الجهوي للشغل، ومشت المسيرة والأمن ما تدخلش فيها بشكل سلمي، تكلمهاش. لكن لما اقتربوا من الولاية ثم حدود ما سور متاع الولاية قالوا لهم هذا ما تتجاوزوش، ولكن هم حاولوا باش يقتحموه أكثر من مرة. وفي الأخير الأعوان اللي هم مطوقين سور يلقوا أنفسهم في وضعية صعبة جدا، هذه الوضعية بعد ما استعملوا التنبيه واستعملوا الغاز المسيل للدموع مسمى لكريموجان، وهم تعرضوا إلى مقذوفات معناها بخلاف السب هذاك لا نتحدث عنه، مقذوفات صلبة معناها ومولوتوف، ولو في وضعية حرجة، وجدوا أنفسهم في الوضعية اللي فيها إما يستعملوا الرصاص وإلا يطيحوا فيما هو أخطر. فيبدو أنه فيهم من استعمل في ذلك الوقت هذه السلاح الأداة مسمى الشفروتين، ويعمل حس ياسر، يؤلم مليح الشخص، ينجم يضر حتى الشخص اللي يبدأ قريب فيها الأمطار هذه متاع 5 و6 و7 و2 وكذا، لكن إذا كانوا على 20 فما فوق معناها يخوف برشا ولكن ما يؤذيش. فوقتها نجموا يفرقوا الجمهور وسقطوا برشا ضحايا مع الأسف. هذا بطبيعة الحال بعد ما سقط كثير من ضحايا الأمن أيضا، معناها عدد كبير من الأمنيين تجرحوا وتضروا بخلاف السيارات التي أحرقت، بخلاف حتى بعض الأشياء التي تم معناها خذوها معناها حتى لاكريموجين فيه اللي خذوه، والأمنيين اعتبروا أنفسهم بين استعمال الرصاص واستعمال هذا السلاح، هذا لقوا أنفسهم فيه، مشوا لهذا السلاح لأنهم ما زالوا زملائهم في السجن، وما زالوا يعتبروا أنه وقت اللي وقع استعمال الرصاص بأمر أو في وضعية اللي يعتبروا أنفسهم وفق القانون 69 في وضعية خول لهم فيها استعمال الرصاص، لقاوا أنفسهم
معناها في السجون ومسائلين هم استعملوه في لحظات السريعة. بالتالي كيف هرب الجمهور وتوزع وقفوا ما عادش يحتاجوا باش يستعملوه. أنا سمعت وقت اللي ثم ضحايا جايين للسبيطار، وقت اللي صاروا ضحايا قلت لهم وقفوا ما عادش يستعملوا هذا السلاح حتى نشوفوا شنو هو هذا الشفروتين هذا. هو في كل القضايا هذه معناها كخط عام الأمنيين في مواجهة الأحداث المستجدة ديما القيادة اللي على الميدان مسؤولة ولازمها تتصرف على خاطر ما يقعد لهاش الوقت. وقتاش تولي تشاور المدير متاعها ولا المدير العام الأمن العمومي ولا المدير العام الأمن الوطني ولا حتى توصل الوزير ولا حتى توصل رئيس الحكومة، وقت اللي تبدأ باش تعمل عملية مسبقة. هو على صلة مستمرة بقاعة العمليات بحيث يعلم بالمستجدات وتجيه التعليمات تباعا من قاعة العمليات بوزارة الداخلية اللي هي مربوطة بالمدير العام للأمن الوطني بالمدير الأمن العمومي حتى هو ينجم يعطي تعليمات كي تبدأ حاجة في نقولوا احنا في صلاحياته، وبالوزير. هي قاعة مربوطة أساسا بالوزير، معناها أول واحد مسؤول عليها من ناحية القانونية هو وزير الداخلية، لكن أول واحد مسؤول عليها عمليا هو المدير العام للأمن الوطني. أولا قلوا ما احنا أسفين على كل ما يمكن أن يكون أصيب، سواء إصابة كبيرة كما معناها ضرر في النظر أو حتى إصابة أقل منها ليهم، وحتى للأمنيين اللي عدد كبير منهم أصيب إصابات كبيرة، معناها بالعشرات الأمنيين اللي أصيب. ثانيا نحب نقول لهم اللي راهي عمره ما كان عندنا يعني تساهل في أن نؤذوا ناس، احنا ناس أذينا ونعرف ماذا يعني الإذاء.